دي مش هتوافق. حاول خويا قولوا لها كلام عسل، تو نحطوا نحن موسيقى رومانسيه، فهمتني ولا؟ قولوا لها كلام عسل بالتونسي، عندك دقيقه. ممكن تمشيها تونسي ومصر مش مشكله. يا ودي اضرب التونسي تو نعاونك، انا اسكت روحي. تو نعاونك، ابداها سعاد حبي. سعاد لحظة يا أحمد. قلت له نعطيك الأكسيون. أنا نقول موتور دوموندي سا تورن، وأنتم بالكويت تقولوا أكسيون، وأبدأ أحمد عيش الحالة. سعاد. أكسيون. مزروب تحب تروح؟ شوية الأولاد. موتور دوموندي سا تورن. لا نعاودوها أكبر حبق. موتور دوموندي سا تورن. سعاد. بحبك برشا وما أقدرش أستغنى عنك. وعاوز تيجي معايا مصر، انت عارف ان انا ما اقدرش انزل مصر من غيرك ولا من غير الاولاد. شنو مشكلتك معايا؟ يجي نفضوها لبرا. قولها احسن لك احسن لك احسن لك. اسمعني قول تبعني انا. شنو مشكلتك معايا؟ شنو مشكلتك معايا؟ ليه؟ عم فهمك شنو مشكلتك معايا؟ مش يعمل حلوة دي، تونس الكل باش يحترموك الليل، تفضل. شنو هي مشكلتك معايا؟